عندنا كلام كتير عن موسيماني وعن افريقيا والقرعه وشكل الفريق الفتره اللي جايه. وخلوني ارحب طبعا معايا على التليفون المنسق العام لنادي سان داونز استاذ خالد علي، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك ومنورنا. وخليني ابدا معاك من رايك في القرعه، يمكن كنا بنتابع قرعه دوري ابطال افريقيا وبنتكلم على طبعا مجموعه النادي الاهلي اللي هيكون معاه المريخ طبعا وفيتا كلوب وسيمبا. طبعا من حيث الارقام ولو قلنا شكل المجموعات، مجموعه النادي الاهلي مجموعه متعادله لو قارناها بمجموعه نادي ماميلودي سان داونز. انا بنسميها مجموعه الموت، مجموعه سان داونز، بس خلينا طالما انت طرقت الموضوع مجموعه النادي الاهلي وهنرجع كمان لمجموعه سان داونز. اوكي. مجموعه النادي الاهلي مجموعه متعادله دلوقتي في افريقيا، ما بقاش في مستوى اول وفي مستوى ثاني. ما تنسيش ان انت البطل، بتلعبي انت البطل، فالبطل دايما ما بيهابش حد، البطل دايما يحترم المنافس، البطل دايما مش بيخاف، البطل بيحترم مش بيخاف. لازم طبعا يحط في اعتباراته زي ما قلنا المجموعه متعادله، ممكن تكون خادعه، ممكن الناس تبقى شايفاها ان هي زي ما قلنا المجموعه بتاعته بالنسبه للقوه للمجاميع الثانيه هي من حيث الورق اقل قوه من المجاميع الثانيه، بس هي في نفس الوقت صعبه جدا، صعبه من حيث ان الفرق اللي بتبقى موجوده مش بنفس الاسماء اللي كانت مع الاهلي في المواجهات السابقه، فعلى النادي الاهلي طبعا الاعتبار وياخد كل المنافسين كانهم ابطال. صح. علشان توصل لازم تبقى عامل حساب كل الفرق وبتحترم كل الفرق علشان تقدر توصل للهدف بتاعك. ودايما بنقول يا استاذ خالد علي انه زي ما قلت كده، انه لما بيجي اي فريق يلعب قدام البطل بيبقى بيطلع افضل حاجه عنده، المدرب بيجهز اللعيبه بافضل شكل علشان يقدر طبعا ينافس قدام النادي الاهلي. حابه اسمع برضو رايك في باقي المجموعات، مجموعه سان داونز، مجموعه الزمالك وغيره. أنا بنتكلم على لو قلنا ورقيا، أنا بنتكلم على مجموعة سان داونز، مجموعة الموت، احنا بنتكلم تيبي مازيمبي، ماميلودي سان داونز، الهلال السوداني، شباب بوليسداد، احنا بنتكلم الكورة يا أستاذة سارة دلوقتي ما بقتش ملعب وبس. طبعا. الكورة بقت دلوقتي أنت بتطلع هتسافر قد إيه سفرك، أنت دلوقتي الكوفيد في دلوقتي الروس بتاع الاتحاد الافريقي هتعمل كوفيد تيست 48 ساعه قبل المباراه. انت عندك لاعبين، يبقى عندك مفاتيح لعب، ممكن ما تشاركش، تبقى تطلع معاك تسافر وما تشاركش في المباراه لسبب او لاخر. فهي صعوبتها السنه دي البطوله صعبه جدا. الفرق رجعت فرق قويه ثاني، رجع شباب بوليسداد، رجع مولوديه الجزائر، الهلال، المريخ، الفرق دي ليها باع في بطولات افريقيا. فاكيد طبعا زي ما قلنا هي مش بس كرويا، هو برضو الحاجات اللي بره اللي بتواجهيها، تواجهي ملاعب، اذا ملاعب مش مجهزه، اذا اضواء، اذا درجه حراره، لا طبعا بطوله السنه دي صعبه جدا، بالذات مع الكوفيد بروتوكول اللي هيبقى موجود من الكاف. لازم كل الفرق، انت بتعمل فحص قبل ما تسافر من بلدك، ودلوقتي الاتحاد الافريقي الزم كل الانديه، لان ده ما كانش موجود اتطبق دلوقتي علشان برضه الانديه عندنا تبقى عارفاها. الاتحاد الافريقي الزم الفرق اللي هتلعب في دوري ابطال افريقيا عندي نزول، يعني انا دلوقتي مسافر هنلعب في السودان، لما توصل السودان حتى لو واصل قبل المباراه ب 24 ساعه بتلزمك ان انت تعمل تيست في البلد اللي هي هتستضيف المباراه. فده بقى اجباري، كان الاول الرول بتاع الاتحاد الافريقي ما كانش محدد، كان بيقول 48 ساعه كنت انت ممكن تعمل التيست وتسافري، اللي هو في خلال ال 48 ساعه، دلوقتي الزم حتى 48 ساعه بس لازم يتعمل في ارض المنافس اللي هو الارض المستضيف. فلو انت حتى لو عامله حسابات، فدي اكيد هتفرق السنه دي. لو بتسافري هتسافري مثلا مسافره الكونغو الديمقراطيه عشان تلعبي اي اس فيتا، فانت مسافات السفر طويله، فهتضطر لو انت عامل حسابك تنزل ان اند اوت، يعني تنزل تلعب وتخرج، فمش هتفيدك، لازم تنزل
للجدول الطبيعي بتاعك. طب انا لو عندي لعيبتي سلبيه وخرجت وحصل لهم ده هناك، طب ما انا لعيبتي هتتحجز هناك، الكوفيد بروتوكول 10 ايام، في مشاكل كتير، لازم ترتيبات كتير، وعلى الجهاز الاداري يخلي باله من الحاجات دي جدا 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 دلوقتي، يعمل حسابها قبل دوري الابطال. يعني شايف انه فيروس كورونا والموجه الثانيه الشديده دي ربنا يحفظنا جميعا اكيد هتاثر على شكل يمكن البطوله والكوره بشكل عام الفتره اللي جايه. احنا ان شاء الله طبعا بنتمنى ان ما يصيبش اي حد من اللاعبين او الاجهزه الفنيه في افريقيا كلها اي مكروه، بس اكيد هتاثر. الفريق اللي هيكون جاهز، علشان كده الاتحاد الافريقي فتح القائمه ال 40 لاعب، صح، اللي هو علشان تقدر، وفي خمس تغييرات. فانت دلوقتي المشكله مش هنا خالص، هي المشكله ان انت لو عندك قائمه هتسافر ب 25 لاعب مثلا، لو 25 لاعب عندك سلبي وانت سافرت قبل بيوم وعملت المسحه قبل المباراه وكان عندك لعيبه مفاتيح لعب لا قدر الله ظهرت مسحته ان هو ايجابي، فهنا مش هيكون في لعب. انا بنتكلم عام على كل الفرق، مش هيكون في لعب. لو انت لعبت انه حاولت تاثر على تاثير المساحات، لان الناس خايفه، الانديه خايفه، تقول لك طب انا هنسافر في بلد ممكن البلد دي مثلا تلعب بنوعا ما في نتيجه العينه، علشان لو لعيب عندي مهم ما تخليهوش يلعب، ما هتاثر عليه، لان البروتوكول في اي دوله بيديكي حجز 10 ايام في الدوله. لا قدر الله لو فرقتك طلعت عندك لعيب او اثنين هيستنى في الدوله دي لمده 10 ايام، طب انت عندك لقاء عوده او لقاء ثاني بعد 10 ايام، يبقى انت خسرت اللعيب وخسرت الفتره النقاء بتاعته وخسرت ان هو بعيد عن بيته وبعيد عن اهله، موضوع خطير بره الملعب، فلازم نفكر فيه كويس جدا 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 بره الملعب يعني. اكيد ان شاء الله على المستوى المستوى الفني النادي الاهلي قادر انه يصعد ان شاء الله المجموعه بتاعته ان شاء الله صن داونز ويتقابل في الادوار النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اسالك، انا عارفه مدى قربك من فيتو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الاهلي، وان انتوا على تواصل مستمر. عايز اعرف منك، كنت بتسمع منه انطباعه ايه الفتره الاخيره؟ ايه طموحاته مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ وخصوصا كلامه على كاس العالم للانديه اللي اكيد حضرتك عارف قد ايه هو يعني هدف كبير قوي طبعا لجماهير النادي الاهلي، على الاقل تحقيق مركز متقدم في البطوله. والله انا لو قلت لك طموح بيتسو موسيماني اكتر من تحقيق مركز متقدم هتقولي لي انا شهادتي في الكوتش بيتسو هتبقى مجروحه. بالعكس، خلينا الايام لا قول طبعا كل اللي عندك. احنا طبعا كجماهير النادي الاهلي قبل اي حاجه بنتمنى ده، يعني بنتمنى طبعا كاس العالم للانديه. وما تنسيش حضرتك ان انا من جمهور النادي الاهلي برضه. طبعا طبعا. فلا هو كوتش بيتسو عامل حساب طبعا بكاس العالم للانديه. طموح اكبر من مركز مشرف، فده لجمهور النادي الاهلي بنتمنى يا رب ان هو يكون موفق، تكون فرقته موفقه، ما يكونش في عنده غيابات، وان شاء الله ان شاء الله انا عندي امل في ربنا سبحانه وتعالى كبير، وجماهير النادي الاهلي عندها امل في ربنا كبير، وفي مجلس الاداره والجهاز الفني اللاعبين ان هم يحققوا مركز يكون مفاجاه للنادي الاهلي. ده اللي انا نقدر نقول بيه، ما ينفعش نقول حاجات اكتر من كده. هو اكيد حصل كلام اكبر من اللي انا بقوله، بس ان شاء الله الايام تثبت وتكون دايما الكره توفيق، تكون دايما في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بدون التوفيق حتى لو بتلعب لازم توفيق ربنا علشان تقدر تستمر وتواصل، فان شاء الله ان شاء الله يكون يا رب في توفيق من عند ربنا ان هو يقدر يواصل، وساعتها المفاجآت انت هتعرفها منه يعني. ان شاء الله. انت عندك كلام كتير بس مش عايز تقوله دلوقتي. طيب انا عايز اعرف منك يعني انطباع طبعا الجماهير في افريقيا عن اللي بيحققه بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، وخصوصا يعني في جنوب افريقيا. طبعا حاجه نقله كبيره ونقله نوعيه. لو اتكلمتي على الكوتش بيتسو، الناس كانت سعيده جدا ومبسوطه جدا وفرحانه جدا انه حقق دوري ابطال افريقيا، بالذات لانه جاء قبل البطوله كان عنده ماتشين مع الوداد ومباراه نهائيه كانت ضد نادي الزمالك. احترم الفرق اللي كان بيلعبها، كان توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم لاعبين. دي منظومه، انت بتتكلمي على فريق كره قدم، انت ما بتتكلميش على شخص واحد، صح. فاذا كوتش بيتسو كان موفق مع النادي الاهلي فبرضه يرجع الفضل لربنا سبحانه وتعالى ومجلس الاداره اللي موفر له كل الامكانيات.
لان انت ممكن تكون مدرب كويس بس مفيش عندك امكانيات، فاكيد بصمتك مش هتبان. وممكن تكون انت اداره كويسه بس ما عندكش الماتيريال اللي تقدر تنفذ لك الفكر بتاعك. فهو توفيق، علشان كده بيسمى فريق كره قدم، هو فريق عمل، جهاز فني، لاعبين، جهاز اداري، كل من اصغر منظومه، من اصغر حد في المنظومه لاكبر حد، هي كلها بتسمى فريق. علشان كده هو اضاف لي انه جاء للنادي الاهلي الكوتش بيتسو. النادي الاهلي بيعلي اي حد، اكيد هو نقله بالنسبه له نوعيه، اكيد طموحه اكتر من كده، اكيد هو مشروع. نتمنى من مجلس الاداره دايما دايما هو سباق دايما، ان شاء الله بيتسو يكون موفق ان شاء الله يا رب، ويجددوا له ويفضل المشروع بتاعه يفضل يا رب يكمل ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه برضو اسالك على شعبيه الاهلي دلوقتي برضو في جنوب افريقيا بعد الانجازات اللي بيعملها طبعا بيتسو موسيماني والنادي الاهلي والفوز بافريقيا وقد ايه يعني في اداء كبير قوي من النادي الاهلي طبعا في افريقيا، واحنا كمان داخلين على بطوله ثانيه او موسم ثاني، وكنت لسه بتتكلم على قد ايه الموسم ده هيبقى اصعب بكتير. عايز اعرف منك شعبيه النادي الاهلي دلوقتي ازاي، اتغيرت ازاي؟ شعبيه النادي الاهلي، انا اسمحي لي موضوع اتغيرت، لا، شعبيه النادي الاهلي دايما شعبيه النادي الاهلي موجوده. النادي الاهلي نادي القرن الافريقي، النادي الاهلي ال 100 سنه متوج على افريقيا، النادي الاهلي حدث ولا حرج، النادي الاهلي بطولاته، النادي الاهلي مش من فراغ، النادي الاهلي البطولات دي كلها مش من فراغ، فاكيد بتسمع، انت البطل فاكيد بتسمع، الناس تحترمك اكيد في الميديا، اكيد في الاعلام، اكيد بثقافاتك لما بتسافر، اكيد بتنزل بلعيبتك، اكيد كل الناس عينيها على النادي الاكثر شعبيه في افريقيا. فطبيعي جدا زي ما قلت لك قبل كده، الكوتش اضاف لي، يعني الكوتش اضاف لي من النادي اللي ضاف لي. اوكي، خلينا، انت مدرب عالمي بس انت في النهايه انت فين؟ فالشعبيه بتاعت النادي الاهلي هتفضل طول عمرها بينا، مش شخص هيغيرها، مش شخص هيخليها اكبر ولا ممكن الناس تهتم، الناس تبقى تهتم زياده، الناس تتفاعل زياده، نسميها كده الشعبيه. ولكن استاذ خالد، يعني انا بتكلم في انه احنا شفنا جماهير طبعا من سان داونز لابسين تي شيرت النادي الاهلي بعد فوز الاهلي بافريقيا وبتحتفل، يعني زي بالظبط كده طول عمرنا بنتابع الدوري الانجليزي، والدوري الانجليزي حاجه كبيره، لما محمد صلاح راح بقى في متابعه اكبر واهتمام اكبر بالدوري الانجليزي، فعشان كده لما شفنا الصور بتاعه الجماهير بتاعه سان داونز وهي لابسه تي شيرت النادي الاهلي كانت بالنسبه لنا اكيد معناها انه شعبيه النادي أكبر بكتير. هي موجودة على طول على فكرة، بس انت الوقت عملته عليها فوكس، احنا دايما بنروح على جنوب افريقيا مع تشيتات النادي الاهلي. فانت هي موجودة من القديم، بس انت علشان دلوقتي حطيته عليها فوكس فظهرت ان هي كذا، نفس الحكاية يعني. نادي ماميلودي سان داونز، لو جبت تيشيرتات ماميلودي سان داونز هتلاقي بعض من جماهير النادي الاهلي تلبس التيشيرت بتاعتهم. ده طبيعي لما بيبقى في علاقات بين الاندية، وبالذات لما بيبقى اسم مرتبط بنادي، اكيد الاهتمام بيزيد من ناس مش متابعه. بس كويس ان دلوقتي ما يمشي في الشارع في الناس كلها عارفه النادي الاهلي، بس اللي هم دلوقتي بيتفخروا، احنا عندنا المدرب بتاعنا بالظبط ماسك النادي الاهلي، فده هو نوع من الاهتمام الزياده. بس الشعبيه، لا، الشعبيه موجوده، عمرها ما بتتغير، بتزيد. اكيد، بشكرك جدا، لانها نمره واحد طبعا، النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا اكيد يعني. اكيد، بشكرك جدا استاذ خالد علي المنسق العام بسان داونز، بشكرك جدا على كل المعلومات، وقربتنا يمكن اكتر من فكر موسيماني الفتره دي، وطبعا الجماهير والشعبيه في جنوب افريقيا.